الاخت بتسال ان ابنها 6 شهور وعنده بلغم، هل وصفه ماء الكرنب بالعسل لا مش هيقدر يشربها الطفل، هتبقى صعب عليه جدا. البديل الماء المغلي وعليه نصف معلقه من العسل 3 مرات يوميا، كوب من الماء المغلي وعليه نصف معلقه من العسل النحل الصافي، بيجيب نتيجه جدا طيبه جدا في البلغم.